كلمة الوهابية هذه الحقيقة سياسة تركية أفشتها في زمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في زمن انحراف الأتراك عن الحكم الإسلامي في زمن كان ابن بلدنا شو اسمه في مصر محمد علي باشا هذا ألباني الأصل فهو كان حاكم مصر في زمانه وكان بطبيعة الحال يعني بزعم أنه عايش تحت سلطنة الدولة العثمانية خرج في بلاد نجد رجل من أهل العلم اسمه محمد ابن عبد الوهاب مش عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب وطاف البلاد الإسلامية ومئذ معروف بالعلم مثل مصر ومثل القاهرة والشام طاف البلاد وحصل ما حصل من العلم رجع لبلده الذي كان اسمه الدرعية فبطبيعة حال لما رجل يتعلم وجد قومه في جاهلية جهلاء يعبدون القبور كما هو لا يزال الآن في كثير من البلاد الشامية بلدي والمصرية بلاد أخوانا دوم ولا مؤاخرة البلاء مطم يعني كل البلاد فالرجل بدأ يعلم الناس ويحذرهم من الشركيات والوثنيات ودعوته أفادت وتقوت بسبب السلطان الملك السعودي ومئذ الأول جد الأول كان ربنا هداه وتبع هذا الشيخ فاقترن السيف وإيش والهرم مع بعض هدون يقترنوا بفيده كما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ونمت الحركة ونمت بسبب قوة السلطان وانتشرت الدعوة وبدأوا الجماعة يعني شكلوا جيش إسلامي لأول مرة وبدأوا يدعوا القرى لحولها إلى عبادة الله وحده لا شريك له واستجاب من استجاب ووصلت دعوتهم للعراق وناك بتعرف الشيعة وما أدراك ما الشيعة وشركهم وضلالهم إلى آخره وأهل السنة متأثرين بشيء من هذه الشركيات جرت معارك طاحنة مع الأسف مين تحرك محمد علي باشا من مصر مين حركوا الأتراك لأن الأتراك كانت الخلافة في أيديهم وكانوا حاكمين بلاد الإسلامية كلها فلما شافوا حركة عربية نشأت في جزيرة العرب خافوا عاقبة أمرها خافوا أن هذول يقضوا على الحكم العثماني أو التركي بالمعنى الأصح لذلك أوعزوا إلى محمد علي أن يرسل جيش لقتال هؤلاء النجديين ولا أقول الوهابيين لما سيأتي بيانه وأرسل محمد علي باشا ابن إبراهيم باشا بجيش عرمرم ضخم من مصر إلى بلاد النجدية وجرت الدماء هناك أنهارا وبنهاية الأمر تغلبت القوة الغاشمة على الدعوة الصحيحة وقتل من قتل وكان من جملة وسائل الأتراك كما هو اليوم تماما الدعاية تعرفه لا يعني تأثير ربما أكثر من السلاح فبثوا دعاية ضد الجماعة هذول في العالم الإسلامي حتى العالم الإسلامي يكون مع الأتراك وما يكون مع الدعوة هذه الحديثة الفتية لأنها تدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله فأذاعوا في المسلمين أن هذول لا مذهب لهم مذهب خامسي هذول بيقول الواحد منهم حصايتي أشرف من الرسول عليه السلام كل كفر وزور وبهتان تأثرت الجماعات المسلمة في كل بلاد الدنيا ولذلك كان من تمام التأثر والخطأ فيه أنه سموا الجماعة بإيش بالوهابية هذا من حجج الله على عباده الذين يعقلون وهابية نسبة لوهابي وهابي إذا درسناه بالنسبة للغة العربية نسبة لإيش للوهاب
مين هو الوهاب؟ هو الله تبارك وتعالى. فهي نسبة بتشرف ما بتحقر المنتسب إليها. لكن السياسة التركية الراشمية خاصة أكثر من ينتمون تحت راية الأتراك من العالم وإن ما عندنا الفقه هذا باللغة العربية. وهابي وهابي يعني أصبحت كلمة وهابي في ذاك الزمن تساوي زنديق. مضى زمن طويل مع الأسف والعالم الإسلامي مضلل بهذه الكلمة. إذا أن شاء الله تبارك وتعالى أنه الملك عبد العزيز دخل بطريقة من فيها الآن الرياض واستولى عليها وأخرج آل الرشيد منها إلى آخره وبدأ يطبق الأحكام الشرعية يعني إلى حد كبير جدا جدا. واستقر الأمن في البلاد النجدية اللي كان فيها السرقة والنهب والقتل وتبع ذلك البلاد الحجازية التي كانت كما نعلم جميعا من التاريخ التركي ما يستطيع الحجاج أن يحجوا إلا ومعهم عسكر من الأتراك يحفظوا من اللصوص وقطاع الطرق إلى آخره. أصبح الأمر في زمن عبد الملك في اسمه عبد العزيز نعم أصبح الحجاج بلاقوا كل راحة وكل يسر وأصبحت الأخبار تتناقل من لسان لسان إلى كل بلاد الدنيا أن والله هذول جماعة نحن ما عم نشوف منهم أن والله ما بيأمنوا بالرسول عليه السلام وما بيأمنوا غير بالله وبيقولوا في حق الرسول كذا وكذا وكما أيضا يحكون نكتة قد تكون واقعة صحيحة وقد تكون تعبير عن هذا الواقع الذي كان الناس يتحدثون به يخالفون واقع هؤلاء الجماعة. زعمت هذه القصة أن اثنين دخلوا في نقاش حول هذا الموضوع أن هذول الوهابيين ما بيعتقدوا بالرسول عليه السلام ليش نقاش. وسرعان ما مرت في سيارة السفير السعودي وعليه العلم عم يرفرف مكتوب عليه إيش لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف يا رجل اتقي الله بتقول هذول ما بيأمنوا برسول الله عالمهم في الدنيا كلها عالم وحيد لا تجد رأي في العالم الإسلامي كله إن كان عربي ولا إن كان تركي ما بشوف رأي لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا رأي تدون الجماعة اللي عم تتهموهم إنه ما بيأمنوا بمحمد رسول الله. بعدين ما سمعتوا الأذان في مكة ما سمعتوا الأذان في المدينة الأذان اللي بنأذن نحن وأحسن منه إنه هذي ما بيزيدوا على الأذان النبوي ونحن بنزيد مقدمة ومؤخرة لكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله إلى آخره. كل ما مضى زمان كل ما تبين للناس أن هذه التهمة فاجرة كاذبة لا حقيقة لها سواء من الناحية الواقعية فهم جماعة مسلمين ومذهب حنابلة كمان مشان خاطرك مش مذهبون يعني كما نحن ندعو إليه الكتاب والسنة إلا بعض الأفراد من المشايخ هناك يدعون الكتاب والسنة كما ندعو عنه تماما والحمد لله. وبعدين بالإضافة إلى هذا فهم يصلون على الرسول عليه السلام ولابد منكم الكثير يعني حج إلى بيت الله الحرام وزار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع خطبهم وأنه كل ما ذكروا الرسول بيصلوا عليه انكشف الضباب عن العالم الإسلامي بسبب كثرة إيش اتصال المسلمين العالم الإسلامي بهذه البلاد فعرفوا أنهم كانوا يعيشون في مضللات نشأت هذه المضللات من إيش من الدعايات التركية لتحطيم الحركة الإسلامية الصحيحة التي نشأت من محمد عبد الوهاب ودعم الملك سعود يومئذ أو الأمير سعود لأنه هناك ملك يومئذ. الآن من الخطأ الفاحش أن نسمي الجماعة دون وهابية. ليش؟ لأنه في الأصل هذه كلمة منفرة والحقيقة من ناحية العربية تشريف لهم. وهابية نسبة إلى الوهاب وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أحد المشايخ لما كان يرد على المضللين لعامة المسلمين الإمام الشافعي بزمانه اتهم تشبه اتهام هؤلاء اتهم بأنه رافضي من كثر ما كان يلهج بإيش بأهل بيت الرسول وحبه إلهم فقيل عنه رافضي
فكان قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، إن كان حبا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قال قائل هؤلاء الذين ينبزون بلقب الوهابي إن كان تابع أحمد متوهبا يعني وهابي فأنا المقر بأنني وهابي لأنه أنا ما بتبع غير الرسول عليه السلام، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أنا أنصح أخيرا كل مسلم يخشى الله ويتقيه أنه يسحب من فكرته أنه في جماعة اسم الوهابية، هذا في جماعة اسم زيدية، في جماعة اسم شيعة، في جماعة اسم إباضية، كلهم ما ينكرون هذه النسب لأنها واقعة، لكن ما في جماعة على وجه الأرض يقولوا نحن وهابية، لا، إنما إما أن يقولوا نحن من أهل السنة أهل الكتاب والسنة، وإما أحناف شوافة مالكية حنابلة، والنجديين كشعب هو حنبلي المذهب، وعندنا نحن في سوريا قرى كثيرة كلها تتعبد الله على مذهب الإمام أحمد وحنبل، منها مثلا قرية الضمير ورحيبة والنبك وإلى آخره، الجهة الشرقية من ناحية دمشق حنابلة أكثرهم ونحن كنا نجتمع بهم، ومن أرى منهم انحراف إطلاقا، مذهب من هذه المذاهب الأربعة. فأنصح أن ما أحد يتوهم أن يوجد على وجه الأرض مذهب وهابي، في مذهب شيعي ما ينكره الشيعي، في مذهب إباضي ما ينكره الإباضي، زيدي ما ينكره زيد، في ملاحد يقول لك أنا ملحد ولا يخشى الله لأنه هو منكر وجود الله نعصره. فلا يوجد اليوم ناس يقولوا نحن وهابيين، يوجد ناس لا يزالون يعيشون بالمنطق السخيف اللي هل ايش اكلوا السوس. سهلا يلا هلا عم نصلي، رح نصلي لاي شيء ونمشي ان شاء الله.